العليا لعلوم الصحة وبحضور السفير فرساني مالطا فضلا عن مكونين من هيئات تعنى بتقديم الإسعافات الطبية، يشرف وزير الصحة على الانطلاقة الرسمية للدورة الأولى لتكوين المكونين في الإسعافات الطبية والمنظمة بالتعاون مع فرساني مالطا. حرصت رغم الوقت على أن أحضر هذه التظاهرة تعبيرا عن شكر الإخوة في لورد رودابالت على هذا التعاون وعلى هذا الدعم لهذه الوحدة بالغة الأهمية، وهي وحدة التدخل الطبي السريع. وهذا التكوين تكوين بالغ الأهمية، لأنه تكوين لمكونين، مكونين في مجال التدخل الطبي السريع، مكونين في مجال التدخل الطبي من أفراد القوات الجيش الوطني، تكوين لأفراد الحماية المدنية على تقنيات وآليات وحتى تقاليد، لأن هذا العمل فيه تقنيات وفيه علوم وفيه آليات وفيه حتى تقاليد، وكما قال سعادة السفير الآن يتطور دائما، وبالتالي عليكم أن تستفيدوا من تجارب هذه المكونين الذين لهم خبرة في هذا المجال، عليكم أن تستحوذوا على ما عندهم من معلومات وأن تصلوا هذه المعلومات إلى الذين ستكونونهم أنتم أصلا. سفير فرساني مطا سعادة السيد كارل مانيا جيفي تذمن إنشاء الحكومة الموريتانية هيئة مختصة بالمساعدة الطبية المستعجلة، مؤكدا أن هذه الدورة ستقدم خلالها مهارات هامة في مجال الإسعافات الأولية. كما رحبت المديرة المساعدة للمدرسة العليا لعلوم الصحة بالحضور ونوهت من جانبها بالدورة التكوينية باعتبارها أداة للرفع من أداء الطواقم الطبية المختصة في مجال الإسعافات الطبية. باسم إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة أتمنى نجاح هذه المهمة والتي لا يجهل دورها الريادي في إنقاذ أرواح البشر. وقد تابع الحضور عرضا مفصلا عن مهام البرنامج الجديد المختص في تقديم المساعدة الطبية المستعجلة والمهام المسندة إليه من طرف منسقه السيد الشيخ المصطفى والربيه. 5 أيام سيتلقى المشاركون فيها عروضا متنوعة تطبيقية ونظرية للصالح 20 مشاركا من المصالح الطبية العسكرية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، فضلا عن طواقم من مصالح المساعدة الطبية المستعجلة. بدأت اليوم بنواكشوط أعمال ملتقى